يقول هل يجوز أن نقول أن الله هو الذات المقدسة؟ الله جل وعلا له ذات وله نفس، ويحذركم الله نفسه، له ذات لا كالذوات وله نفس، فهو سبحانه وتعالى يجوز أن يقال له نفس وله ذات من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار. نعم. هل الحنان والنور من أسماء الله؟ النور من أسماء الله، وأما الحنان فلم يثبت، لم يثبت أنه من أسماء الله. نعم.